للحديث حول أهم ما دار في هذا المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي، ينضم معنا على الهواء مباشرة في النشرة الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام، بعد التحية، هناك الكثير من الملفات التي تم طرحها في المؤتمر الصحفي المشترك بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي، قراءتك لأبرز هذه الملفات؟ هي زيارة هامة للسيد الرئيس إلى أنغولا بمناسبة مرور 50 عام على استقلال أنغولا، وأيضا خلينا نقول بهدف توثيق الروابط والعلاقات بين مصر وأنغولا، وده يعني سياسة مصر الخارجية أحد محاورها الهامة هي التوجه نحو الجنوب، يعني نحو القارة الإفريقية. في هذا المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى عديد من القضايا الهامة والتي تعبر عن أوجه التعاون المشترك بين مصر وأنغولا، أيضا النظرة إلى بعض القضايا الهامة سواء كانت قضايا إفريقية أو قضايا عالمية. تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس إلى تشجيع العلاقات في مجالات مختلفة كالتجارة الخارجية، السياحة، الأمن، مجال مكافحة الإرهاب، وأيضا أن هناك عديد من الشركات المصرية التي يمكن أن تتعاون مع أنغولا في مجالات البنية التحتية، في مجالات الطاقة، أيضا مستثمرين مصريين يمكن أن يكون لهم دور في التنمية في أنغولا من أجل تعزيز وزيادة التبادل التجاري والمصالح المشتركة، أيضا التعاون في مجال الرقمنة والخصخصة. تمت الإشارة أيضا لقضية هامة وهي التطورات التي تحدث في السودان والصراع الداخلي في السودان واللي مر عليه قرابة 2 حتى الآن، والإشارة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان لأنه بيؤثر على الدول الإفريقية ويؤثر أيضا بصفة خاصة على مصر، أيضا الصراع في ليبيا وتأثيره على مصر، والدعوة إلى إنهاء هذه الصراعات في القارة الإفريقية. وبالتالي كان في رسالة للأشقاء في السودان لإيقاف إطلاق النار وبدء عملية تفاوضية سليمة. تمت الإشارة أيضا لقضية هامة وهي قضية سد النهضة، وتم التأكيد من جانب السيد الرئيس على الالتزام بمبدأ الحوار والسلام وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي، وخصوصا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو المورد الوحيد للمياه الذي تعتمد عليه البلاد، وإيجاد حل للصراعات في إفريقيا والصراعات الدولية وخصوصا روسيا وأوكرانيا. نعم دكتور إكرام، أريد أن أتحدث عن مكانة مصر في القارة الإفريقية، يعني نظرا لأنه السيد الرئيس هو أول رئيس مصري يزور أنغولا وفي مناسبة مهمة جدا، مرور 50 عاما على استقلال أنغولا، قراءتك لهذه النقطة تحديدا، بالإضافة أيضا إلى الإشادة من قبل الرئيس الأنغولي على التنمية التي تحدث حاليا في مصر، وأشاد تحديدا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن هناك الكثير من الخبرات المصرية التي من الممكن الاستفادة بها في أنغولا بشكل خاص في مجال البنية التحتية. ده صحيح، يعني وخصوصا أن مصر لها دور مهم ومؤثر خلينا نقول في السنوات الأخيرة في القارة الإفريقية. مصر تولت رئاسة الاتحاد الإفريقي لفترة عام، مصر أيضا تولت رئاسة الكوميسا وهو اتحاد أو تجمع دول شرق وجنوب افريقيا، وبالتالي احنا نقدر نقول ان محور التوجه نحو الجنوب، جنوب يعني القاره الافريقيه، محور التوجه نحو الجنوب بالنسبه للسياسه الخارجيه المصريه هو احد المحاور الهامه والتي تلعب مصر فيها دور نشط وعلى مستويات مختلفه، وايضا حتى في مجال المشاركه في قوات حفظ الامن والسلام في القاره الافريقيه. أيضا تمت الإشارة من جانب الرئيس الأنغولي إلى أهمية ونوع من الإشادة بالتجربة التنموية التي تشهدها مصر، وخصوصا ركز أيضا على فكرة العاصمة الإدارية، وبالتالي ده بيعكس أن مصر لها خبرات في هذه المجالات التنموية وخبرات في مجالات البنية التحتية والتي يمكن أن تستفيد منها أنغولا ويمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية المختلفة،
وده بيؤدي في واقع الأمر إلى تدعيم التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية. نعم. لأن دايما زي ما بنقول إن السياسة الخارجية تكون ناجحة بقدر ما تحققه من مصالح اقتصادية مشتركة لأطرافها، وده اللي تم التأكيد عليه سواء من جانب السيد الرئيس أو من جانب رئيس الأنجول. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لحضرتك.